السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي اخواتي من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا عصائر طبيعية منعشة وغادي نرافقها بواحد البروشيت تاع لاداند ونعطيكم واحد يعني واحد تتبيلة رائعة جدا كيجي احسن بكثير من اللي كنلاقوا في المطاعم. فتابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للبروشيت تاع لاداند غادي نحتاجوا لي كيلو ديال لاداند مقطع، غادي نحتاجوا حبة ديال البصلة مشلضة رقيق اولا محكوكة، عندنا ثلاثة المعالق ديال الياغورت مسموس بدون سكر، عندنا شويه تاع الهريسه، شويه ديال لاموطارد اولا الخردل، شويه ديال الاعشاب الموسمه فيها الزعتر وورق الرند وكذلك الزعتره، عندنا صلصه الصوجا جوج معالق، عندنا شويه تاع الثومه غبره، شويه تاع الملحه، الا ما عندكمش ثومه غبره كتحكوا واحد الريس تاع الثومه، عندنا جوج معالق ديال الخل، عندنا جوج معالق ديال الصلصه اليكمام الا ما عندكمش ماشي شي حاجه اللي ضروريه، عندنا زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو سكينجبير، تحميره، الخرقوم، كمون، قزبر يابس مطحون وشويه ديال البزار. هادو هما المكونات. ندوز على بركه الله لطريقه التحضير. انا اول حاجه كناخذو لاداند ديالنا تنضيفو ليه اللي بغا شي يدير لاداند يدير صدر تاع الدجاج، كنضيفو ليه البصله ثم الياغورت، غادي نضيفو معلقه ديال الموطارد، عندنا جوج معالق ديال الخل، وغادي نضيفو عندنا سكينجبير، الا كان سكينجبير طري يكون احسن، شويه القزبر يابس مطحون. كتعرفوا ان لاداند كيبغي شويه القوام، تيبغي التوابل، شويه التحميره، عندنا شويه الكمون ثم البزار. هنا ضفت الخرقوم بلدي، وغادي ندير شويه الثوم مجفف او الثوم غبره، الغبره كتجي شويه خفيفه مقارنه بالثوم العاديه. عندنا الملحه، هنا عندي جوج معالق ديال صوص اليكمام، تيجي رائع هاد لاصوص، هادي كتمشى بزاف مع الدجاج مشوي، مع الحوت مشوي، ولا حتى مع هاد القطبان ديال لاداند كتجي رائعه جدا. اللي كيسولوا عليها فهي كتباع في المراكز التجاريه الكبرى، في الاسواق، في لي غيون اللي كيكونوا فيهم المنتوجات الصينيه. عندنا شويه الهريسه، عندنا جوج معالق صلصه الصوجا، انا عندي الصوجا لايت هنايا خفيفه، اللي ما عندوش ما يديرهاش يدير واحد شويه ديال المطيشه ديال الحكم، وزيت الزيتون. صافي غادي نخلطوا هادشي مزيان، عاد غادي نضيفوا عليه الاعشاب اللي كنبغي نشوي، كنضيف الاعشاب الموسمه. هنا واحد الحاجه اللي نسيت ما ذكرتهاش في المكونات هي المعدنوس، واحد ثلاثه المعالق كبار ديال المعدنوس كنضيفوها. صافي دابا غادي نخليو هاد المكونات كترقى مزيان وغادي نتلاقاو ان شاء الله. هنا غادي نبداو على بركه الله نعمروا القطيبات ديالنا. انا عندي هاد القطيبات ديال العود اللي كناخذهم كنعمر عليهم واحد ساعه ولا ساعتين قبل ما نبدا نطيب باش ما يتحرقوش ليا. كناخذو بسم الله اللدان ديالنا، من بعد ما ضفنا ليه هذا ضفنا لي الاعشاب الموسمه. عندي هنا فلافل الوان مشكله، كنبدا كندير حبه ديال لاداند بحال هكا، ثم حبه تاع الفلفل او البصله او الطومات سويز، يعني هنا تيبقى لكم الاختيار، منها كيعطيكم واحد المنظر للقطبان ديالكم ومنها كيعطيكم بنه. صافي تمشي بحال هكا، غادي نعمر هاد القطيبات وغادي ندوز ان شاء الله نشويو. اما كتشويوهم على الفاخر، اما كتشويوهم على يعني على في الفران، ممكن تشويوهم في الفران، ممكن تشويوهم على كما غادي ندير انايا دابا، غادي نشويوهم على الماكينه يعني الشويه ديال الضو، ممكن تشويوهم غير في المقله اللي عنده المقله يعني تكون ما كتلصقش ممكن يشوي فيها، يعني كاين بزاف ديال الطرق اللي ممكن تحضروا بهم هاد لي بروشيت. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما عمرت القطبان ديالي فانا غادي نبدا نشوي فيهم. هنا غادي ناخذ شويه ديال الزيت، كناخذ شويه ديال الزيت كنخلطو مع ثلاثة الصوجا وكنبداو ندهنو بهم هاد لي بروشيت باش يعطيونا واحد اللون ويعطيونا واحد المذاق رائع جدا كيفما كناكلوهم في المطاعم. بالنسبه لهاد البطاطا
غادي نحتاجوا ليه على بركه الله 4 حبات ديال الضاتا يكونوا متوسطين، كناخذوهم وكندوزوهم في الحكاكه الغليظه وكنقطروهم مزيان من الماء، يعني كنعصرهم بيدينا مزيان حتى كتحيد لنا ديك النشا اللي فيهم. غادي نحتاجوا 2 حبات ديال البيض، عندي شويه ديال البصله مجففه، الا ما عندكمش كتاخذوا واحد الحبه كبيره ديال البصله وكتشحروها في شويه ديال الزبده ولا شويه ديال الزيت مع شويه الملح والبزار. عندنا معلقه صغيره من التوابل ديال السمك، التوابل ديال السمك سبق لي حضرتهم معكم، لينا فريد ما عندكمش كديروا شويه ديال الملحه، كديروا عفوا شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر يابس مطحون، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال السودانيه حاره. هادو هما المكونات اللي ممكن تعوضوا بهم التوابل ديال السمك. عندي شويه الملحه، شويه البزار، معلقه ديال لاصوص الحاره، عندي معلقه المضاد، شويه ديال الثومه غبره، الا ما كايناش حكوا واحد الطريس ديال الثومه. عندنا هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الخبز المحمص اولا الشابلير اللي هو هذا، وعندي شويه ديال المعدنوس. هادو هما المكونات. هنايا بالنسبه للزبده ضفت ليها البطاطا، ضفت لها 2 معالق ديال الزبده. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. كناخذوا بطاطا تنضيفوا لها المعدنوس، وهذيك البصله اليابسه، عندنا التوابل ديال الحوت، شويه الملحه، شويه البزار، 2 معالق كبار ديال الشابلور او الخبز المحمص. الا ما عندكمش كتيبسوا غير واحد طريف ديال الخبز في الفريكو وكتحكوه بالحكاكه الرقيقه وكتضيفوا. كنديروا الشابلور باش ديك الماء اللي كاين في الضاطا تنشرب من الماء اللي في الضاطا، شويه الثومه غبره، واحد المعلقه ديال المطار، شويه الحار، درنا شويه ديال الحار هنا، وغادي نضيفوا 2 حبات ديال البيض. غادي نضيف 2 حبات ديال البيض وكنخلطو مزيان. اللي عندكم فرماج حمر ممكن تزيدوا شويه ديال الفرماج حمر، اللي بغاها معلقه كيدير واحد شويه تاع الفرماج حمر، انا نخليه حتى الاخير عاد نديرو فوق منها من يطيب. هنا من بعد ما خلطنا كناخذوا هاد القوالب ديال الكبكيك وكنفرشوا ليهم بابيو سوفيغيزي ضروري باش ما تلصقش لينا هاد البطاطا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هاد القوالب فكياخذوا اللاطا ديال الفران كيفرشوا ليه هاد بابيو كويسون وكيبقاو يديروا مقياس معلقه تقريبا بحال هكا صافي كيدخلوها للفران، يعني نفس الشيء اما اولا ممكن دوزوها في الاله ديال البانيني، يعني هنا تيبقى لكم الاختيار، السيده كدير على حساب اللي موجود عندها، موجود عندها القوالب كدير هكا في هاد القوالب، ما موجودينش عندها اما كدير لاطا ديال الفران كتحط فيها قياس معلقه وتبسطها او كدوزو في الماكينه ديال البانيني من بعد ما كدهنها، ضروري ما دهنها باش ما تلصقش لكم بطاطا. من بعد ما غادي نكمل صافي غادي ندخلها للفران اللي مسخن على 200 درجه، كنشعل عليها لتحت والفوق حتى كتبان ليا تحمرات وكنخرجها. بالنسبه لهاد العصائر اللي غادي نقترح عليكم اليوم فسهل منها ما كاين، يعني كبرنا معها منذ الطفوله، عصائر ديال الخيار وخيزو. عندنا هنايا الجزر، عندي واحد 4 حبات ديال الجزر اللي خديتهم دوزتهم في لاشوار. هنا هادي فاش دوزتهم هي هادي، دوزتهم في هاد الماكينه هادي، ممكن تحكوهم كيما عندوش الماكينه ممكن يحكوهم. عندنا شويه تاع مزهر، وعندنا هنايا هاد العصير هذا، انايا خديت 2 ليمونات وحامضه، 2 ليمونات اللي زولت لهم القشره زولت لهم العلف، كذلك نفس الشيء بالنسبه للحامضه زولت لها القشره زولت لها العلفه وطحنتهم مع يترو ديال الماء ولا يترو نص ديال الماء. هكا كيعطيكم واحد العصير اللي ممكن كتاخذوه كقاعده كتخدموا فيه باش ما بغيتو. وعندنا السكر حسب الحلاوه، هنايا مزهر مساله اختياريه، ممكن ديروا شويه تاع القرفه، ممكن ديروا يعني تيبقى لكم نتوما، ممكن ديروا تاع الفاني، يعني تيبقى لكم الاختيار. السكر طبيعي الحال حسب الذوق. وغادي نضيفوا اليوم عصير ديال البرتقال، غادي نضيف شويه صافي، غادي نخلط دابا وغادي نديرو في كويسات. هذا بالنسبه للعصير الاول، كيكون تيجي منعش رائع جدا، فقط ممكن توجدوه في دقائق قليله قبل الفطور، مش حاجه اللي هي صحيه، اللي رباط السكر كيدير شي تاع العسل، ولا ممكن تاكلو اللي تيقد عليه بلا سكر، ممكن ندير بلا عسل بلا سكر،
صافي دابا غادي نديرو في كويسات وندخلو يبرد وندوزو ننتقلو للعصير الثاني. بالنسبه للتيسير والعصير الثاني حتى هو نفس الشيء، عندي هنايا جوج حبات ديال الخيار مع حبه ديال التفاح. التفاح نقيتو والخيار تا هو نقيتو ودوزتهم في العشوار، عطاني هذا الخليط هذا. ممكن تحكوهم يعني، ممكن الا ما عندكمش هذيك الاله ممكن غير تحكوهم في الحكاكه الرقيقه. غادي نحتاجو ليهم قلنا جوج خيارات وتفاحه، غادي نديرو عليهم العصير ديال البرتقال، قلنا جوج برتقالات كنزولو لهم العفه والقشره وكنطحنوهم مع حامضه تاع هي اللي كنزولو لها القشره والعفه وكنصفيوهم. انا كنصفيهم جوج مرات وهذا كتاخذوه كرك يعني كركيزه كديروها كاساس كتخدموا به العصائر ديالكم باش نقتصدوا شويه في العصير ديال البرتقال. انا كنعمل شويه برتقال غالي، غندير شويه ديال السكر صافي، غادي نخلطو. كاين اللي كيزيد شويه تاع الزعتر، صراحه انايا كنفضلو هكا حتى الوليدات يزعموا عليه ياكلو. صافي غادي نحرك مزيان ونديرو حتى هو في كويسات، نفرغو في كويسات وندخلو يبرد حتى كيقرب الفطور كنقدموهم بالصحة والراحة. غادي نقدمو في هاد الكويسات بهاد الطريقة، بسم الله. بالنسبة للكمية ديال العصير ديال البرتقال فانا ما حددتهاش، السيده هي اللي بغات، بغاتو شويه خاطر كدير غير شويه، بغاتو شويه جاري فكدير ما بين ربعه حتى نص لتر، كيبقى لها هي الاختيار. هذوك الاقتراحات اللي درنا اليوم، كانت هذه بطاطا اللي درناها في الفران قدمتها بهذا الشكل، درت ليها شويه ديال الفرماج كيف ما كتلاحظوا هنايا الفوق، واحد الزويتنه هذا هو الطياب ديالها من التحت، كيجيو رائع جدا وغتعجب الوليدات، حاجه اللي هي زوينه بزاف. عندي هنايا هاد لي بروشيت اللي قدمت معكم ديال لادان، هادا شويه ديال السوسيس بالجبن رافقته مع هادو، المهم هادي مساله اختياريه، انا هاد هو الوصفه اللي ركزت عليها هي هاد لادان ولا البروشيت تاع لادان. وهنايا هادو العصائر يعني كما قلت لكم في الاول، هادو العصائر الطبيعيه اللي يعني كبرنا معاها وكيديروها والدينا، وصراحه الاشياء اللي كنضربتها كنعيا كنرجع ليها، ما عرفت علاش كتعجبني بزاف. كنتمنى ان شاء الله الاقتراحات ديالنا يعجبكم، الى حلقه قبل بحول الله.